حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. نخصصها لمناقشة تبعات استهداف مجمع للعزاء في العاصمة صنعاء في 7 أكتوبر الجاري، والتي أقر التحالف بقيام إحدى الطائرات بتنفيذها بناء على معلومات خاطئة قدمت من جهة تابعة لهيئة الأركان اليمنية. إذن حلقة جديدة وتبعة أخرى من تبعات استهداف مجمع العزاء في العاصمة صنعاء. التحالف العربي يعترف بارتكابه للحادثة ويقول بأن الغارة تمت بناء على معلومات قدمت من قبل جهة تابعة لهيئة الأركان اليمنية، تبين فيما بعد أنها معلومات مغلوطة. التحالف إذن يعترف بارتكاب الحادثة، إلا أنه بطريقة أو بأخرى يحاول إلقاء اللوم على الهيئة اليمنية التي أعطت الأمر بتنفيذ الضربة دون أخذ الموافقة من القيادة المشتركة للتحالف العربي بحسب ما جاء في البيان. اعتراف يترتب عليه الكثير من الإجراءات المتعلقة بجبر الضرر، وذلك ما أوصت به لجنة التحقيق التي شددت على ضرورة تعويض الضحايا الذين سقطوا في الصالة. لا تقف التبعات عند هذا الحد، إذ يرى الكثير بأن هذه الحادثة ستشكل منعطفا كبيرا على مسار الحرب في اليمن، خصوصا أن هذه ليست المرة الأولى التي يذهب فيها مدنيون أبرياء ضربات خاطئة. فقد ارتفع منسوب الضربات الخاطئة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل البعض يذهب إلى القول بأن هناك خرق استخباراتي لمصادر التحالف في اليمن. التبعات المتعلقة بالحادثة ستكون موضوع نقاش هذه الحلقة من زوايا الحدث في محورين: عن الإجراءات المترتبة على اعتراف التحالف بتنفيذ الضربات الخاطئة وتبعات هذه الضربة على الصعيدين السياسي والعسكري. قبل البدء في المناقشة نذهب لمشاهدة هذا التقرير. اعتراف التحالف العربي بمسؤوليته عن حادثة استهداف قاعة العزاء بصنعاء إثر تلقيه معلومات خاطئة، تطور جديد ولافت من شأنه وضع النقاط على الحروف. التقرير الصادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث الذي تم تشكيله من قبل التحالف وأطراف دولية أخرى حاول التنصل من المسؤولية المباشرة للحادث، وحمل هيئة رئاسة الأركان اليمنية مسؤولية تقديم معلومات خاطئة للتحالف مفادها وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء. التقرير لم يكتفي بذلك، بل أضاف أن قيادة الأركان أصرت على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفا عسكريا مشروعا، وهو ما جعل مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية يسمح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية داخل التحالف أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم استهداف المدنيين حسب ما ذكره البيان. التحالف في التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية قال إنه في ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين ثبت أن تنفيذ العملية تم بناء على معلومات مغلوطة ولم يلتزم خلالها بالتعليمات الخاصة بقواعد الاشتباك المعتمدة، مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم. وأوصى الفريق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين. التقرير أفاد أيضا أن الفريق المعني بالتحقيق لا يزال يجمع ويحلل التقارير والمعلومات التي تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادثة باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا. ويؤكد الفريق بأنه سيستمر بالتحقيق من ملابسات الحادثة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية اليمنية والدول المعنية والإعلان عن أي نتائج يتم التوصل لها حال انتهائها. في خلفية الموضوع دار جدل دولي كبير ومورست ضغوط على التحالف والجانب السعودي أثمرت في نهاية المطاف إلى صدور هذا التقرير الذي في مجمله ينفي مسؤولية التحالف عن الحادثة ويحمل الأطراف اليمنية مسؤوليتها، وما يعتبره الكثير من المراقبين بمثابة التنصل من المسؤولية القانونية والجنائية للتحالف عن الحادثة. لا يبدو أنه سيتم إسدال الستار على الحادثة بموجب هذا التقرير الذي كان من نتائجه السريعة عودة وفد الحوثيين العالق في مسقط ونقل ما يقارب 115 من جرح الحادثة لتلقي العلاج في الخارج، مع ارتفاع سقف الحديث عن وقف العمليات الجوية للتحالف في اليمن. من جديد أهلا بكم إذن إلى زوايا الحدث، وأبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا من الرياض الدكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة للدراسات. أهلا بك دكتور نجيب.
اهلا وسهلا بك ومساء الخير والعافيه. دكتور نجيب، اذا فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن اصدر تقريره اليوم، ونود في البدايه نتعرف على قراءتك لما جاء في هذا التقرير، كيف تقرا نتائج هذا التقرير؟ يعني اولا يعني من باب المسؤوليه، مساله الاعتراف بالحادثه هذا كان مهم وضروري، وتم يعني اصدار البيان بعد تحقيقات واضحه، فريق كامل اشتغل على الموضوع، والبيان انا من وجهه نظري انه يعتبر بشكل او باخر جزء يعني تحمل للمسؤوليه. هو التحالف صحيح انه هناك يعني القوات الشرعيه اليمنيه بشكل او باخر هي من تعمل على الارض، وبالتالي هو ليس تحميل مسؤوليه فقط لهذا الطرف، لكن البيان بمضمونه بشكل واضح هو اعتراف بالمسؤوليه، مسؤوليه الحدث، وهذا في الحروب مساله طبيعيه، وانا اعتقد انه كان عمليه الانكار ما لا معنى لها، لاني حولت يعني تحويل الموضوع الى حاله من الغموض. تقصد الانكار الذي كان تقصد الانكار الذي صدر عن التحالف ليله او عشيه الحادثه؟ ايوه، لانه لم يكن لديهم يبدو لي من خلال البيان اللي صدر اليوم انه ما كانش في معلومات متكامله بالنسبه للبيان، والبيان الاول يعني ذكر بشكل واضح انه لابد من اجراء تحقيق، تم اجراء التحقيق بشكل كامل واتضحت الرؤية لقوات التحالف بحيث أنه حصلوا على تفاصيل كاملة لهذه الحادثة، وتم إصدار البيان. ومن أفضل يعني أفضل الحالات هو عدم الإنكار مثل هذه الأمور. طيب دكتور نجيب، يعني قلت في سياق حديثك، دكتور نجيب في سياق حديثك أشرت إلى نقطة أن الحكومة الشرعية هي من تعمل على الأرض، لكن من يمتلك الأجواء ويتحكم فيها هو التحالف العربي وطائراته. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا في موضوع البيان، التحالف يتحدث عن معلومات مغلوطة، بعض المراقبين يرون أن هناك ربما قصور استخباراتي داخل غرفة عمليات التحالف. مكمن الخلل كيف ينظر إليه نجيب خلال؟ أين يكمن الخلل باعتقاده؟ أنا أعتقد أنه في يعني مكمن الخلل يعني يعتمد بشكل أساسي على مصدر المعلومات، هذا أولا. الخلل الثاني يعتمد على يعني مسألة قواعد الاشتباك وكيفية التعامل معها. المسألة الثالثة مسألة طول الحرب، وأحيانا أصبحت فكرة الطيران لأني بشكل يومي لا يتم مراجعتها بشكل دقيق، وبالتالي هذا يتطلب يعني مراجعة قواعد الاشتباك والحرص، يعني يكون في هناك حرص في مسألة يعني تنفيذ مثل هذه دكتور العمليات. نجيب، من باب التوضيح للمشاهد، ورد لفظ قواعد الاشتباك في البيان، ماذا يقصد بهذه العبارة؟ ما هي القوانين والأنظمة التي تدير فكرة الحرب نفسها، بحيث أن تكون ملتزمة وفق الأعراف والقوانين المتعارف عليها دوليا في إدارة الحروب. يعني مثلا لا يجوز استهداف المراكز المدنية، يعني هذا وبالتالي يعني مراجعة هذه القواعد بحيث يكون في هناك حرص كامل تنفيذها وفق القوانين والأنظمة المتعارف عليها دوليا في إدارة الحروب. للحروب قوانينها، ليست حالة من الفوضى وليست حالات من إدارة الحرب فقط لتحقيق الأهداف أيا كانت، يعني تحقيق الأهداف حتى لو كانت مخالفة للأعراف والقوانين الدولية وحتى لحقوق الإنسان. وبالتالي الالتزام بهذه القواعد وبهذه القوانين والأعراف هي موجودة لدى التحالف ولدى أيضا الشرعية، يعني ماشي، لكن هناك أخطاء. الحرب ليست نزهة، الحرب تنتج أخطاء، لكن ما يهم اليوم أنه الاعتراف بالخطأ هو مهم كبداية أساسية أولا لتحمل المسؤولية، والشيء الأهم هو مراجعة قواعد الاشتباك، والشيء وأيضا مراجعة إدارة المعركة في المرحلة القادمة، لأنه الأخطاء وتكرارها أصبحت وكأن وظيفتها هو خدمة الانقلاب. سأعود لك للدكتور نجيب، أستأذنك بإشراك دكتور حمدان الشهري الخبير العسكري السعودي، هو معنا أيضا في هذه الحلقة من الرياض. دكتور حمدان أهلا بك بداية. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك حبيبي، يا ربيك.
كما قال الدكتور نجيب غلاب، إذا الحرب ليست نزهة، هناك أخطاء في هذه الحرب. بداية، صدور هذا البيان عن فريق التحقيق المشترك، هل ينهي أي مسؤولية عن التحالف وبالتالي حكومة الرئيس هادي هي من تتحمل لوحدها فقط؟ جميل، أولا دعني أصحح، أنا لست خبيرا عسكريا، أنا محلل سياسي، هذا أولا. ثانيا، بما فعلته وقامت به المملكة العربية السعودية في تقريبا ما يقارب الأسبوع وخروج نتائج هذه التحقيقات دليل كبير على الشفافية ودليل كبير على أنها لم ترد أو تكون تخطط لاستهداف مدنيين، وهذا ليس من طبعا أهدافها وليس من أخلاقها، لأن المملكة العربية السعودية وقوات التحالف تعمل مع الحكومة اليمنية، مع شعب اليمن أقول، وتريد استعادة اليمن لهم وليس تدمير اليمن كما يفعل الحوثي أو علي صالح أو غيره. لذلك هذا يجب أن نضعه يعني في الاعتبار وعلى يعني ولا ننسى ذلك. هذه من جهة. من جهة أخرى، تعرف دائما في الحروب أو ما يحصل دائما من أخطاء، وهذا يعني نتمنى لا يتكرر هذا الخطأ، وهذا خطأ. وقوات التحالف طبعا بالقيام بالتحقيق توصلت إلى أن رئاسة الأركان بالتعاون مع التوجيه المعنوي لم يكن هناك تنسيق واضح استخباراتي، وتعرف الحروب فيها الكثير من الأخطاء، بل حتى أكبر الدول سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها دائما ما يحصل هناك، بل حتى نيران صديقة بعض الأحيان تستهدف بعضها البعض. في هذه النقطة دكتور حمدان، في هذه النقطة لماذا إذن كان الإنكار عشية الضربة، عشية هذه الحادثة، لماذا كان هناك إنكار من قبل التحالف؟ وأيضا هو معروف في ضمن آلية هذه الحرب أن اللمسة الأخيرة ربما هي في غرفة التحكم في الرياض، ليست في لدى قيادة الجيش الوطني. سؤال ذكي عزيزي. نعم أنا أتفق معك، لكن هو كما تعلم في التحقيق قال أنها لم تعد إلى غرفة العمليات في الرياض، أي أن غرفة العمليات أنكرت أو أنها فعلا قالت ليس لدي شيء، لا أستطيع، لأنه لم يكن لديها شيء. لكن بعد العودة وبعد البحث وبعد التدقيق وبعد التحقيق توصلت إلى ذلك، بمعنى أنها تقول أين هو الخلل وأين المكمن. ولو أرادت لاستمرت في نكرانها ورفضت ذلك ورفضت الاعتراف، مثل دول كثيرة تقوم على التدمير وقتل الناس بكل دم بارد، وتقتل يعني العالم ولا تعترف بأخطائها، بل تقول انها تحارب مثلا الارهاب وهي من تقوم بالارهاب، وتقول يعني باشياء اخرى. ودعنا لا ننسى شيء واحد مهم جدا عزيزي واركز عليه، كل قطره دم اليوم تهدر في اليمن، كل قطره دم سواء كانت باستهداف مقصود او غير مقصود، المسؤول عنها الحوثي، المسؤول عنها من قام بالانقلاب، كل هذه التبعات تحصل لما حصل يعني ما فعله الحوثي. لماذا فقط نركز على بعض النقاط وبعض الأخطاء وننسى الخطأ وننسى المصيبة الأكبر وهو الانقلاب؟ لكن دكتور حمدان، هذا ليس بالخطأ البسيط، نتحدث عن أكثر من 140 شهيد. وكم قتل الحوثي يا سيد الكريم في الجانب الآخر، وكم سرق من الحكومة اليمنية، وكم أدخلها في حروب، وهذه حربه السابعة. لو قارنت ما فعله الحوثي وعرفت أين مكمن المشكلة لاستطعت أن تشخص المشكلة. لكن عندما نريد أن نحاكم قوات التحالف التي تقوم بعمل جبار وكبير لمساعدة أخوانها وشقائها في اليمن بهذه الطريقة، اعتقد انه ليس من تعرف يعني من العدل بمكان. لماذا؟ لانه هذا خطا غير مقصود وانا متاكد من ذلك. لماذا؟ لانه المملكه العربيه السعوديه وقوات التحالف ليست، اقولها باللهجه العاميه، ليست ناقصه عن مثل هذه الاتهامات، سواء كانت من المنظمات الدوليه او حتى ممن يعني او من عملاء واذناب طهران ان يطبلوا لذلك. لكن ما حصل كان خارج عن الإرادة، وما حصل لا شك أنه يعطي انطباع أو يعطي يعني دعني أقول لك يعني رأي آخر، أو يجعل قوات التحالف تكون أكثر دقة، ويجب أن تعرف يعني وبل ستدقق مع من تعمل على الأرض حتى تتأكد 100% بأنه من يعمل معها هو صادق 100%، أو حتى لا يتغافل ويتكاسل. دكتور حمدان، على مدى العام والنصف، دكتور حمدان عفوا، على مدى العام والنصف خلال عمر هذه الحرب على اليمن، هناك كان حديث عن، عندما يتم الحديث عن استهداف المدنيين، كان هناك حديث ودفاع يقال أن التحالف يقوم في هذه الحرب ويتعامل معها بدقة واحترافية. اليوم هناك إشارة إلى معلومات مغلوطة مررت إلى غرفة العمليات، إلى ماذا يشير ذلك؟ هل إلى قصور في الأجهزة الاستخباراتية داخل غرفة عمليات التحالف، أم إلى ماذا يمكن فهم هذه الإشارة والحديث عن معلومات مغلوطة؟ كيف تقرأها أنت؟
أنا أستطيع قراءتها أن كل شيء مطروح الآن على الطاولة حتى يتم التأكد من تعرف الأخطاء البشرية واردة، تعرف أخطاء تقنية واردة، تعرف جميع الأخطاء واردة في مثل هذه الأمور وفي مثل ظل هذه الحروب. لكن دائما التحقيق وهذه الشجاعة وهذه السنة التي سنتها الآن المملكة العربية السعودية وقوات التحالف بأنها تقوم بالتحقيق ولا تتأخر في ذلك، وتعترف عندما بل وتشير بيدها أين مكمن الخطر. هذا دليل أتمنى لو باقي الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا وغيرها لو يكون لديها الشجاعة، وإيران وغيرها، بل والحوثي الذي يقصف تعرف تعز في داخل اليمن ويقوم بالحصار اليوم ويقصف الأراضي السعودية ويعترف بأنه قتل مدنيين ويعرف ويعترف بأنه استهدف مدنيين لأنه لا يملك هذه الشجاعة. لكن من يملك الشجاعة لأنه لا يريد أن يقتل مدني يعترف عندما يكون خطأ ولا يتمنى ذلك الخطأ، بل ويسعى إلى تصحيح مثل هذه الأخطاء، لأنه لم نأتي لمثل هذه الأخطاء، أتينا لدحر العدو أذناب طهران وإعادة اليمن إلى أشقائنا وأخواننا اليمنيين ليعودوا إلى بلدهم وينعموا إن شاء الله في بلدهم. هذا واضح دكتور حمدان أن هناك أهداف كما قال التحالف في بيانه له أهداف نبيلة من هذه الحرب، لكن ربما أن فاتورة الأخطاء المدنية هي في ازدياد من يوم إلى آخر. ستبقى معنا وسأعود لك للحديث في تبعات ما بعد هذا التقرير، لكن أعود مرة أخرى للدكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة للدراسات. دكتور نجيب، بالنسبة للشرعية ولحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي، كيف ستتعامل مع ما جاء في هذا التقرير؟ أولا الشرعية كانت رؤيتها واضحة من البداية، يعني كان هناك إدانة للحادثة وأيضا كان في حالة من التشكيك، لكن اليوم بالأخير يعني مسألة المسؤولية بالنسبة للحكومة الشرعية أيضا هي جزء، يعني تتحمل مسؤولية كبيرة، وتحتاج الحكومة الشرعية أن تعيد مراجعة يعني الأدوات التي تشتغل في الميدان، لأنه هذا في غاية الأهمية. الحكومة الشرعية لا تمتلك الأدوات الاستخباراتية والأمنية المحترفة، وبالتالي إمكانية اختراق يعني الشرعية وأدواتها ممكنة، وهي بحاجة أن تكون أكثر حرصا في المرحلة القادمة، وبحاجة أن تراجع بشكل كامل المعركة من بدايتها حتى اليوم وتعيد تنظيم نفسها بشكل جيد. الحكومة الشرعية هي يعني هذا من يعني تتحمل مسؤولية اليمنيين كلهم بصرف النظر هل هؤلاء انقلابيين أو غير انقلابيين، لكن هي تعيش حالة حرب مع طرف انقلابي، وبالتالي هذه الحرب تحصل فيها أخطاء. الاعتراف بالأخطاء هو مسألة مهمة جدا علشان من أجل أن تكون قادرة على التصحيح ومعالجة. هذا صحيح دكتور نجيب. بالنسبة للتبعات القانونية والأخلاقية المترتبة على الحادثة ونتائج التحقيق فيها، كيف تنظر لها؟ التحالف كان واضح في هذه المسألة، هو التزم بتعويض يعني بتعويض من قتل في المعركة، وأيضا التزم بمعالجة الجرحى، هذا بداية لجبر الضرر. التبعات الأخرى لا أعتقد أنه سيكون هناك تبعات، إلا أن الطرف الإنقلابي سيتمكن من توظيف هذه الحادثة كما الحوادث السابقة لمحاولة تشويه طبيعة معركتنا، وسيستغلها إعلاميا. لكن بالأخير يعني ليس الخطأ يعني فقط من الطرف الشرعي، أيضا الأطراف الإنقلابية أخطاءها لا تحصى، ورغم هذا لا يعترفوا بهذه الأخطاء. كل المعارك التي تجري في اليمن وهذه الحرب تحولت على لعنة لليمنيين، لكن بالأخير الشرعية مجبرة أن تكون عملية التحرير لأنها تدافع عن الشعب بشكل كامل. لكن شوف مع أطراف الإنقلاب حاولت أن تستغل هذه الأخطاء لعملية التعبئة الجمهور وتحويل الدم إلى أداة تعبوية لإمرار الحرب لا لإنهائها. يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع الدكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة للدراسات، ومضطر لشكره يعني لم يكن لدينا الكثير من الوقت في ما تبقى من هذه الحلقة. شكرا على العموم للدكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة للدراسات، وينضم إلينا من الرياض أيضا الخبير في القانون الدولي الأستاذ علي هزازي. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي أيضا هناك إشكالية في التواصل مع
الخبير القانوني علي هزازي. سأعود مرة أخرى للدكتور حمدان الشهري المحلل السياسي السعودي. دكتور حمدان من جديد أهلا بك في هذه الحلقة أيضا من زوايا الحدث. جاء في البيان بيان التحالف أن هناك ربما إشارة إلى أن أطراف أخرى أيضا استغلت ما حدث ولم يتم الكشف عنها بشكل صريح، كيف تمت الاستفادة مما حدث في صالة العزاء؟ هل نحن أمام تحقيق يتم على مراحل أم كيف تفهم العمومية في هذه النقطة والحديث عن أطراف دون تحديدها؟ تعرف عزيزي التحقيق دائما ويأخذ وقت، ودائما ملابسات الحوادث تأخذ وقت يعني، ولابد أن يكون هناك وقت للتحقيق، لكنه التركيز الأساسي كان الآن في هذا على الاعتراف بأنه قد يكون كما ذكرت لك عن طريق التنسيق الخاطئ حصل من قوات التحالف، لكن الكيفية والآلية بأكملها ستأخذ وقت للحديث عنها. أيضا لا نعرف تفاصيل ذلك، تعرف قد يكون هناك أيضا كما ذكرت قبل قليل أنت عندما قلت المشكلة هي مشكلة في العناصر الاستخباراتية التي أعطت معلومات خاطئة، قد يكون المشكلة في فهم ذلك، العديد من الأشياء. لذلك أنا لا أريد أن أستبق التحقيق بالكامل والخروج بمعلومات أكبر وأوفى حتى نستطيع الحديث. تعرف بدأ الحديث عن هذا الموضوع من أول يوم، وبدأ الكثير من الناس يقوم بالتحليلات، وهذا أعتقد كان من الخطأ بمكان أنه يكون هناك الكثير من التحليلات وليس هناك مبني على معطيات حقيقية أو يستند إلى وقائع حقيقية. لذلك لا أريد الإغراق في أن أعطي معلومات حتى أتأكد بشكل أكبر من تلك المعلومات التي قد تخرج عن هذا التحقيق، وأنا أعرف ملابسات الحادث بأكملها حتى نكون دقيقين في شرح يعني ملابسات ذلك. نعم. طيب دكتور حمدان، البيان التحالف أيضا تحدث عن أسفه وعبر عن أسفه واعتذاره أيضا من أسر الضحايا، هل هذا الأسف كافي ونحن نتحدث عن تبعات قانونية وأخلاقية ربما تترتب على ما حدث؟ يعني أنا أتوقع أن المملكة وقوات التحالف دائما وأبدا ستقدم ما تستطيع لعائلة الضحايا وستتحمل ذلك إذا كان كما ذكرت لك بانت جميع يعني ملابسات الحادث بأنه من قبل قوات التحالف وأنه للخطأ يعني لم يكن أو كان كما ذكرت لك من قبلنا، أما إذا كان من الخطأ من يعني كما ذكرنا من داخل اليمن أو يعني يجب أن يتفهم أيضا ويجب أن نعرف أنه ليس بخطأ مقصود، وتعرف الخطأ المقصود يعني يختلف عن الغير مقصود، هذه من جهة. من جهة أخرى يجب كما قلت لك قبل قليل أن نركز على أنه يعرف اليمنيين كل ما يحصل. دكتور حمدان، موضوع خطأ مقصود من غير مقصود هذا ندخل في الحكم على النوايا يعني، ونحن نتحدث عن حرب. لا دعني فقط، لا حبيبي معليش دعني أنهي هذه النقطة مهمة جدا. يجب أن يعرف اليمنيين، فلنفترض أنه لو كانت لدينا ليس لدينا الصبر وأنه أصبحنا نقوم بعملية ما يحصل في اليمن كما يقوم به الروس في سوريا أو غيرهم ويقوم بتدمير شامل لليمن، سنحمل من هو صحيح أنه سيكون أخلاقيا خطأ ما تقوم به، لكن ما ستقوم به هو رد على الحوثي وانقلابه. إذن يجب أن لا ننسى ويجب أن لا يأخذ أولئك أنه يعني يتخذها الحوثي ويستخدمها الآن إعلاميا ليقول للناس أنه الآن انظروا للتحالف يقصف مدنيين. يعني أريد أن نضع في الميزان ماذا فعله الحوثي وما يفعله التحالف، ستجد أنه لا مقارنة بين ذلك. أنا أريد أن نصرف انتباه الناس إلى ما حصل اليوم وينسون ما قام به الحوثي وعلي صالح، هذا هو التركيز الأهم. إذا أخذنا القضية بهذا البعد سنعرف أنه يا سيد الكريم لكل عمل هناك إيجابيات وسلبيات، لكن أين السلبيات الأكثر؟ يعني عندما تستدعي رجال الأمن ليأتوا إلى ألا ينقذوا بيتك عندما يدخل هناك اللصوص، قد يكون هناك أضرار لا شك، أضرار في المنزل أضرار، لكنه في الواقع أتوا لينقذوا عائلتك وأهلك ويخرجوا هؤلاء اللصوص، وإلا ستكون تترك أهلك يعني مختطفين مع هؤلاء اللصوص ولا تريد أن تستدعي رجال الأمن. يعني أنت في الخيار، ما الذي تريده؟ لذلك إذا أخذت وفهمت بهذه الطريقة لعلها تكون بشكل أوضح وبشكل معروف. أشكرك جزيلا دكتور حمدان.
شكرا جزيلا لك دكتور حمدان الشهري المحلل السياسي السعودي، كنت معنا من الرياض. ما تبقى من هذه الحلقة سيكون مع الخبير في القانون الدولي الأستاذ علي هزازي من الرياض، ينضم إلينا. أهلا بك أستاذ علي. أهلا بكم وجميع مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. بداية أستاذ علي، قراءتك لما جاء في التقرير فريق التحقيق المشترك للحوادث في اليمن؟ بلا شك أنه مسألة أو قصف القاعة الكبرى أثارت حولها ردود أفعال، وكانت بالنسبة لما نتج عنها من ضحايا سواء على المستوى المحلي ردود الأفعال أو المستوى الدولي، لكن الملفت للنظر أيضا سرعة استجابة دول التحالف لهذه ردود الأفعال، وأيضا الوقت القياسي أو الوجيز في إعلان النتيجة، وأيضا الشجاعة الأدبية والأخلاقية في الاعتراف بمسؤوليتها سواء كانت منا أو بما أشير إليه. لكن أستاذ علي أيضا الملفت في الموضوع هو إنكار عشية الحادثة واليوم اعتراف وتحميل حكومة الرئيس هادي ربما المسؤولية. المسؤولية مشتركة ما بين الحكومة الشرعية وما بين قوى التحالف. البيان صريح، وإن كان يريد أن يحمل جهة أو طرف آخر، نحن أيضا مع هذه الخطوة الإيجابية في الاعتراف أنه هناك غلط في ضرب أو قصف هذه القاعة. هناك أيضا اعتراف أنه سيتم تطبيق قواعد القانون الدولي وقواعد الاشتباك، وهذه خطوة إيجابية. ندعو جميع أطراف الحرب سواء التحالف أو سواء الحوثي وميليشيا الحوثي وصالح إلى الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي وأخلاقيات الحرب وقانون واتفاقيات جنيف. في نقطة التبعات التي تحمي المدنيين، كخبير قانوني كيف تنظر لما سيترتب على نتائج هذا التحقيق؟ وهل نحن أمام نتائج نهائية أم ما زالت هناك عدة مراحل ربما في عمل هذه اللجنة؟ دعنا نبدأ من الفقرة الأخيرة لسؤالك، هذا هو ما الذي سيترتب على هذا الاعتراف اليوم. أولا سيترتب عليه مراجعة لقواعد الاشتباك أو لفحص أكثر دقة للمناطق الضرب أو تفريق بما معناه في القانون الدولي التفريق بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، هذا من ناحية. أيضا سيترتب عليه التحقيق، هذا التحقيق هو تحقيق أولي وتحقيق سريع، لكن هناك تحقيق أكثر عمقا، وأيضا سيترتب عليه عزل، وسيترتب عليه محاكمة المسؤولين المباشرين من خلال تشكيل لجنة عسكرية قضائية قانونية تحقق في المسألة وإحالة المسؤولين المباشرين عن مثل هذه الحادثة. سيترتب أيضا عليه تعويض الضحايا ومعالجة الجرحى. سيترتب عليه أيضا الاعتذار عن مثل هذا الحادث. هذه مترتبات على اعتراف اليوم بخصوص قصف القاعة الكبرى. شكرا جزيلا لك الخبير القانوني الدولي علي هزازي، كنت معنا من الرياض. وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث، دكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة للدراسات، والدكتور حمدان الشهري المحلل السياسي السعودي. في الختام تحية طاقم هذه الحلقة من زوايا الحدث ومعدها ماهر أبو مجد.